بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحان. لما الواحد بيقرأ آية الغار في سورة التوبة 40 من غير ما يبص على أسباب النزول ولا التفاسير ولا حاجة من دي، بقول يا ترى أنا قريت الكلام ده فين؟ فين فعلا؟ إمتى قريته؟ ممكن توضح لي، يمكن توضح لي أكتر؟ فعلا آية الغار سورة رقم 40 في سورة التوبة، الآية رقم 40 في سورة التوبة تقول آية بإني تتحدث عن فعلا عن الناس كانوا في الغار وإن الله أيد بجنود لم تدربها. يقول المفسرون بإني هذه القصة كانت عندما اتخذ محمد قرار بالذهاب إلى يعني المدينة برفقة أبي بكر، وكان الاثنان يعني بين قوسين هاربان من مطاردة قريش. ويقول المفسرون وكتاب السيرة بإني قريش أزمعت أن تقتل محمد أو تقتل محمدا، فطلب من علي بن أبي طالب أن يبقى أن ينام في فراشي تضليلا لقريش وحتى يأخذ أطول مسافة ممكنة. وهناك لما وصل، طبعا لما خرج في البيت من بيته كان يوجد جنود محيطة من ببيتي من قريش، ولكن الله أحل النوم على هؤلاء الناس. طيب وذهب إلى الغار وذهب في إلى يسر في طمأنينة. دي اللي في كتب التفاسير. نعم. والتجأ إلى الغار، وفي الغار طاردته قريش، ولكن عندما وصلت إلى باب الغار لم تجد شيئا، يعني وجدت أن في الغار ربما البعض يقول نسيج عنكبوت، البعض يقول أن يوجد حمامتان قد باضت. فإذا نحن نقرأ بأن الله قد حمى محمدا ومن معه بمعجزة ما، ولكن عندما مثل ما تفضلتي قلتي عندما نقرأ قصص أسباب النزول أو روايات في السيرة نجد أن هذه القصة مألوفة لنا، قصة أن محمد خرج وهرب من بيته ووضع علي ابن أبي طالب مكانه. موجود لدينا قصة شبيهة عن داود، كيف وصلت الأخبار بأن شاول يريد عدو له يسمى شاول، يريد شاول أن يقتله، فاقترحت زوجة داود عليه أن يهرب وساعدته على الهرب من نافذة البيت، ووضعت مكان سريره دمية. في نميل، نعم تسمى الترافيم، ولفتها بجلد ماعز. نعم. والقصة موجودة، قصة هروب داود، كيف أن داود هرب. ده موجودة في الكتاب المقدس. نعم موجودة في سفر صموئيل الأول الأصحاح 19 الآية 11 حتى العدد من 11 إلى 17. نشوف الصورة التعبيرية لهذا الموقف، هذه الصور بخص الكتاب المقدس. كيف أن داود هرب من خلال النافذة، وعندما اقتحم الجنود يريد أن يتأكدوا هل هو موجود في المدينة أم لا، قالت له زوجته انظروا إنه نائم. لقوا الدمية نائمة بداله. صحيح إنه نائم، الترافيم نائمة بداله. قالت له انظروا نائم. أي. نفس القصة الإسلامية، القصة الإسلامية محمد هرب ووضعوا علي بن أبي طالب بداله. أيضا قصة المغادرة والنوم الأعداء. لدينا قصة شبيهة، سبات قريش أنا في سفر صموئيل. أيضا قريش بيقولوا إنهم ناموا كده وما خدوش بالهم من محمد. نعم. وهو بيهرب. نعم نفس التفصيل عنها في سفر صموئيل في الكتاب المقدس الإصحاح 26 الأعداد من 5 إلى 13 عن قصة عن شاول ومن معه كانوا حلوا في مكان. مع ذلك داود تمكن من هروب. ليه؟ لأن بالدقول بالحرف الواحد كما تقول لأن سبات الرب وقع عليهم على أعداء داود، لأن سبات الرب وقع عليهم وعبر داود إلى العبر ووقف على رأس الجبل. باختصار داود هرب بكل سهولة من خلال أعدائه، لأن الرب أوقع النوم على أعدائه. هذا موجود كلام في سفر صموئيل الإصحاح 26. موضوع أن الشخص يكون محمي في الغار ولا يتمكن عدو منين منهم، موجود أيضا غار الثور اللي بيحكي أنه هو نفس الغار اللي كان موجود في داود وشاول. داود كان موجود في الغار مختبئ ومن معه، دخل شاول ولم يعرف بأنه يوجد داود ونام. وهذه الصورة تعبيرية موجودة. داود في الغار. أيوة. يأتي عدوه، قائد جند عدوه اسمه شاول، ينام، يأتي له داود يقتطع جزء من جبته أو جزء من ردائه ويذهب بطمأنينة. ما شافوش ليه بقى؟ أبدا، لأنه أيضا صبات الرب عليه والله حماه.
ودي موجودة برضو في الآية القرآنية. نعم، في التفسير القرآني طبعا. في التفسير القرآني. والنقطة الأخيرة، الموضوع الغار اللي سيج الله عنه بالعنكبوت، نسيج العنكبوت. عن الرواية تقول أن القصة موجودة، القصة الشهيرة لفيليكس من نولا والعنكبوت. هذه الصورة شخص قديس هرب من جنود الذي تطارده، فاتجأ إلى الغار، بحثوا عنه الأعداء ولكن وجدوه أمام الغار. حتى أن نكون منصفين، الحلقة الأخرى شيد عمل عليها حلقة، هل قصة محمد في الغار مع أبي بكر أثناء هروبه قصة حقيقية أم لا؟ عمل عليها شرحها من زاوية قصة فيليكس من نولا. شكرا يا أخي مالك. أعزائي المشاهدين، دي آية 40 مسروقة من الكتاب المقدس، ما تزعلوش مني، مقتبسة عشان ما تزعلوش مني، مقتبسة من الكتاب المقدس، والمسلمين حطوا عليها التوابل كده في التفاسير علشان تبقى تبع محمد وتبع علي ابن قصدي أبو بكر الصديق. نشوفهم في حلقة قادمة من قرآنيات.